هي اساسا وقت بدنا نصور هاي الكاميرا حطيناها من هون مشناها هيك من هون ويستحسن تكون ايد تحت العدس بس خلينا هيك لمشي تدرسها يلي ايد التانية هون اوكي منقربها هيك لقدام نشنق حالنا صرنا ثابتين وقتها بدنا نصور شيء خاصه بفود فوتوغرافي سوري على هيك بدنا نصور شيء خاصه ب عادي عظيم يا سلام وفصل حوالاك كتير غراب غراب كيف؟ طبو كدون؟ شاكو كدون عبوني شغلتنا كلها قدي؟ خمس دقائق حلوين كيف طبخت طرحي علي وهيك بنكون خلصنا المرحله الاخيره بالمرحله الاخيره